رصد التلفزيون المصري آراء عدد من النواب بشأن اجتماعات اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة. كان مطلوب من السيد وزير التنمية المحلية والسيد وزير الإسكان طرح برنامج الحكومة وعرضه أمامنا، بالفعل عملوا كده، واحنا أجرينا كل نائب مداخلاته وتعديلاته. كان أبرزها هو المحلية أصلها دي الشارع، ده المواطن، فكل ما يخص المواطن من مشاكل إسكان، من مشاكل في القرى، من مرافق. الوزارتين المفروض بيعملوا جنبا إلى جنب في خطوط عرضية وأفقية. يمكن كما جاء أيضا من توصيات زميلاتي وزملائي هو التدريب وإعداد الكوادر البشرية، التنمية الأفقية للكوادر البشرية في الوزارتين، مشاكل المحليات، كذلك المشاريع التي شرعت الدولة في تنفيذها، وبصفة خاصة مشروعات حياة كريمة، وضرورة تفعيل التدريب وإعداد الكوادر البشرية للعمل في هذه المشاريع. هذه اللجنة مخصصة لتقييم بيان الحكومة وبرنامج الحكومة لإعطاء تقرير للجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة. جميع الوزراء بيعرضوا التخصصات الخاصة بيهم. الحقيقة احنا ابتدينا بالمجموعة الاقتصادية، وبعديها الصناعة، وبعد كده الإسكان، وبعد كده بقية الوزراء النهاردة، يعني وزراء بناء الإنسان، سواء من ناحية التعليم والتعليم العالي والعمل، وإن شاء الله نكمل مع الصحة في الجلسة بعد الظهر. لكن النهاردة كانت النقاشات كلها تعرف أهمية التعليم بالنسبة للمواطن المصري، للأسرة المصرية، مشاكل التعليم. الوزراء الحقيقة استعرضوا بياناتهم بشكل جيد جدا ورائع. في بداية الجلسة عرضوا رؤيتهم وتصوراتهم، وطبعا استكمل النقاش كالمعتاد، يعني يتاح الفرصة لكافة أعضاء اللجنة في مناقشة السادة الوزراء فيما طرحوه من رؤية، وفي ضوء البرنامج التفصيلي المسلم لنا من قبل تقريبا حوالي 360 صفحة الذي يتضمن برنامج الحكومة في خلال 3 سنوات، وهو من النقاط الجوهرية التي محل اتفاق ما بين السادة الأعضاء في النقاش، اللي هي فكرة البرنامج 3 سنوات، ان احنا طالبين مصفوفة زمنية وكمية سنوية، بحيث يبقى في النهاية تديني 3 سنوات بس عبر منظومة 3 سنوات كل سنة بحدة، حتى يمكن المحاسبة والتقييم. حدثنا في رؤيتنا في كيف رؤية التعليم العالي في التكنولوجيا والتعليم الحديث المتطور، كليات النظرية، أيضا فتح مجال لجامعات تكنولوجية وتعليم متطور. السيد وزير التربية والتعليم الحقيقة عنده فكر جديد، لأنه يمكن من خلال خبرته في إدارة مؤسسة تعليمية قبل الجامعي، فهو عنده يعني مجموعة من المقترحات الهامة لتطوير التعليم خاصة في الثانوية العامة، وفيما يتعلق بالمناهج والمدرس والفصل التعليمي والعجز في المدرسين، يعني شوية مشاكل الحقيقة أثرهم.